يشكو عدد من المواطنين من انتشار ظاهرة التلاعب في عددات التاكسي، خاصة بعد قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، ويطالب المواطنون بتدخل الحكومة للقضاء على الظاهرة المتعلقة بوسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل استمرار أزمة المواصلات. تلاعب بعض سائق التاكسي بالعدادات اعتراضاً على التعريفة الجديدة واعتبارها غير مرضية لهم ظاهرة كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة كإحدى التداعيات السلبية لقرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود. مسافة قليلة جداً، بس ألاقي 30 و40 جنيه و50 جنيه في مسافة ما تستاهلش، لو أنا يعني كده 5 جنيه أو 3 جنيه يعني أو 5 جنيه بالكتير قوي. أبقى في مشوار عادي مثلاً ما يكلفش 5 جنيه أو أقل أو أكتر، فالاقي مثلا بيقول لي 10 15، طب انت عارفين عدالك، وفي نفس الوقت ان اكيد اللي بياخد تاكسي ده بيبقى هو فعلا مضطر لو مزنوق في وقت معين. يعني بعض العاملين في اصلاح عدادات التاكسي تحدثوا عن هذه الظاهره التي ترفع الاجره على المواطنين. العداد ده بيتقلب كذا قلب وفي برمجه، يعني مثلا ممكن تقلبه 25 قرش وكل 170 متر، ممكن تقلبه 28 قرش ويرمي كل 200 متر بدل ما بيقلب كل 170 متر. الغش في عدادات التاكسي تهمة ينفيها سائقون عن أنفسهم، مؤكدين أن العدادات رقمية وتعمل دون تدخل منهم. العداد ما فيهوش لعب، لأن العداد هو ديجيكال، وهو بيخش بيتحط على الكمبيوتر ويحط له البرنامج بتاعه. دي بترجع للشركات أو للمحلات العدادات هي اللي بتشتغل بتتحكم فينا، لكن أنا ده لو فكيته مش هعرف في حاجة. في المقابل لم ينكر عدد من السائقين لجوء البعض إلى تغيير برمجة العدادات بما يحقق لهم بعض الربح على حساب الراكب. فعلا في ناس بتلعب في العداد، وده طبعا يعني حاجة مش كويسة وحاجة مش طيبة، وحاجة لما يركب معنا مثلا أجنبي أو سايح أو حاجة، لما بيلاقي كده تفاوت بين الأجرة بين ده وبين ده بيعرف ان الامور مش مظبوطه والامور مش طيبه. وبعيدا عن الخلاف حول كونها ازمه ضمير ام تداعيات لقرارات حكوميه متسرعه كما يصفها البعض، يظل التلاعب في عدادات التاكسي ظاهره تتطلب تدخلا من اجل ضبط اداء وسيله مواصلات بات الكثيرون يعتمدون عليها في تنقلاتهم بالقاهره والمحافظات.